السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. لن تصدق ما حدث لفتاة صغيرة. ترك والدها داخل السيارة لمدة فاقت 3 ساعات، وحرس الحظيرة يتفطن الأمر ويبلغ الشرطة. تابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر أقل ما يقال عنها أنه مفجع وصادم، حيث قالت بعض المصادر النشطة على الفيسبوك أن أب ترك فلذة كبده فتاة صغيرة داخل سيارة في موقف السيارات، وأقفل جميع النوافذ لمدة فقط 3 ساعات، ودخلت الفتاة الصغيرة في غيبوبة وكادت أن تفارق الحياة لولا فطنة حراس الحظيرة والذين أبلغوا الشرطة والحماية المدنية. وتم إجلاء الفتاة بعد كسر النوافذ إلى المستشفى، وما زال الأب لم يعد ونسي ابنته لوحدها. الحادثة خلفت حالة من الحزن والخوف بين المواطنين، وطلبوا الشرطة بفتح تحقيق ومحاسبة الوالد على فعلتها.